سلامتكم يا احلى عيله، وان شاء الله تكونوا الناس الكل بالف صحه وعافيه. اليوم جيتكم فيديو جديد بتاع سلسله تحضير حلو العيد. كيف ما تشوفوا اليوم جبت لكم وصفتين سهلين وبنين برشا، كعك اللوز وكعب اللوز. خليكم لاخر الفيديو باش تشوفوا المراحل الكل. وتوا نبداو في وصفتنا البنينه. اول حاجه باش نبدا لكم بها اللي هي كعك اللوز، سهله مهله وفي ساعه ما تحضر. كيف ما شفتوا لهنا هذم المكونات متاعي. عندي 200 غرام لوز، واللوز لازم يكون ديما مغربل، واللوز لازم يكون مرحي بالباهي. انا البنات اللي في ايطاليا خذيت هذا من لونس، هاكا مرحي حاضر باش كيف كيف في الايبر تلقاوه في الايبيرات. لو جنتوما هاكا تبدا اسمها فارينا دي ماندورلي. وهاكا اللي يحب يحضر كميه كبيره وباش ما يتكلفلوش برشا اللوز، تنجموا تاخذوا اللوز بالقشور نتاعو تنفخوه في الماء سخون، ومن بعد كتقشروه، ومن بعد تحطوه تسيحوه للشمس بالكدا، والا سينو احنا مديما في اوروب معناش الشمس القويه، تسخنوه في الفور. اما ردوا بالكم ما تحرقوهش برشا، جوست شويه لين يشيح ماك الماء، ومن بعديك ترحيوه. وفي الرحيين ما تخليوهش يقر الزيت نتاعو، خاطر اللوز معروف كي نرحيوه برشا يقر الزيت، هاكا رحيوه بشويه ومن بعديك غربلوه بالباهي. المهم ما نطولش عليكم برشا، وبالنسبه للكميه خذوا اللي تحبوا عليه نتوما، تنجموا حتى ب 100 غرام تنحيوا الشهيوه نتاعكم. كيف ما شفتوا انا هنا خذيت 200 غرام لوز، عليها نستحقوا 80 غرام سكر محور، كيكا 4 مغارف مليانين. وباش نسحقوا هنا شويه بيستاش يكون هكا مقصوص على سنين باش نزينوا بيه، وابيض عظمه اللي هي البيضاء. وهذم المكونات. وتوا هاي نمشيو بعضنا نحضروا الكعك نتاعنا. وتوا اول مرحله اللي تعملوها ديما تغربلوا اللوز نتاعكم، حتى المشري انا ديجا غربلته، وشوفوا نلقى في هذوكم احرش خليتهم ديجا كميه صغيره. وتوا كيف باش نغربل السكر المحور نتاعنا، نحطوا 4 مغارف مليانين، وتوا كملت غربلت السكر محور، ريتو هاك الحبوب اللي فيه. لازمو الكعك ديما تبدا البات نتاعنا ليس، نخلطو المكونات مع بعضهم. نحط المكونات الشايحه مع بعضنا باش ناخذو العظمه ونصبو بشويه ونخلطو، ما نصبوهاش الكل العظمه، وعين ميزان نجمو نستحقوها الكل والا اقل، وكيف نجمو نستحقو حتى اكثر من ابيض عظمه. والمهم ما تعجنوش هكا الملمين، وراهو اللوز ردوا بالكم في ساعه ما يسيب الزيت نتاعو هكا. نحاولوا كيف ما شفتو هكا هكا بصوابع ايدينا باش ما يسيبش اكل اللوز الزيت نتاعو، خاطر نعرفوا احنا الفاكهه بصفه عامه جافه في ساعه ما تقر الزيت نتاعها كي نخلطوها ونعجنوها برشا. نصب البقيه هاكا، نبداو هكا هكا لين تتلم ريتوها، تبدوها هكا تعمل بول معاكم. وتوا نلموها هكا البات نتاعنا، يدي بات اللوز نتاعنا حضرت. وتوا ناخذو ميزان بحذانا باش نوزنو الكعبات، ولكن ما عندكمش ميزان مش لازم توزنوهم. باش ناخذ لهنا البات نتاعي وباش نحاول نشكل كعبرات، كل كعبوره فيها 15 غرام، نعملهم كعبات صغيرين، نغطيها هكا باش نحط الكعبات ماشي حوش، ونخدم هكا نعري نشبد ونرجع ونوزنوهم هكا 15 غرام. سينو انتو ما تحبوا اكبر شواليكم، هما كعبات كعك اللوز ديما يعملوهم صغيرين باش يجيو هكا متحفنين. وهذا من الكعبات كملت شكلتهم،
توا نحيو علينا هذي باش نخدمو على خاطر فوق البلان دو ترافاي. ناخذو توا الكابوره نتاعنا ناحيه الكوم باش نجم نخدم، خاطر بلي كوم ما نجمش نخدم بهم، ريتو هاك شكلهم هكا ومن بعد تنزلوا عليها هكا مش برشا، ونحاولوا نكعبروها بين يدينا. كيف ما شفتوا هذه الكعبه نتاعنا، وهذا ليبيسور نتاعها، تو هالخشن نتاعها هكا نخدموها هكا على جنب. وتوا نحطوها هنا في بلون دو ترافاي، وناخذوا حاجه هكا فيها ثقيل، باينة عندي الفورمه هذيه، والا تاخذوا هكا دوي والا طابو نتاع ستيلو، المهم حاجه هكا مدوره صغرونا. نحاولوا نجيو في السونتر نتاعها كيف ما شفتوا هكا، وننزلوا عليها وناخذوا قبل ما نخرجوها باش تقعد لنا كل فورمه نتاع الدوره، ناخذوا البيستاش نتاعنا ونرشقوه هكا، نحطو كعبه من هنا ننزلوا عليها باش تلصق، وناخذوا كعبه اخرى ونحطوها في البارتي هذه كيف ما شفتوا، نحسنوا هكا على الجناب. نو هذه ما لصقتش، ننزلوا عليها بتشد وتوا نحيو هذه كيف ما شفتوا، هذه كعبتنا، وتوا نحطها في الطبق، وتوا ناخذوا الطبق نحطوا عليه بابي كويسون باش من بعد ما تشدلناش، ولا سينو حطوا الفرينه وحطوها من الفوق، نحطوا الكيبه نتاعنا ونغطيوها ونكمل الكعبة الكل بنفس الطريقة. وهكا باش ما تلصقش في البلون دو ترافاي وتهبلكم من بعد، حطوا ساشي والا بابي سلوفان والا بابي كويسون باش هكا اسهل لكم في الهزين والخدمة نتاعها. وكيف نقعدوا هكاك نشكلوا، شوفوا ديما الوسط وما نحيوهاش هذيا باش ما تتفزتش الدوره نتاع الثقبه، ولصقوا البيستاش نتاعنا. نجمو زيدا تعملوا بالبيستاش المهروج على محلها، هي الروسيت الاصليه، تحطوا كعبتين لهنا بيستاش للزينه. ناخذوا هنا ابيض العظم ندهنوا بها باش تشد لنا فيسع فيسع اكل بيستاش نتاعي عليه من العظم اللي حطيت فيه، وهكا نحطو البيستاش نتاعنا كيف ما شفتوا، تعطي منظر وتبدلوا به الكور. نحاول هكا نزيد كعبات باش يلصقوا كيف ما شفتوا الكعبه نتاعنا، وكا شواليكم انتوما في الزينه. نجمو حتى كان ما عندكمش بيستاش مش لازم تتكلفوا وتعملوا جوست اللوز وحطوهم هكاكا، إجا هو اللوز بنت وحدها والبيستاش هكا على الزينة وعلى اسم كعك اللوز المعروف عنا. وهذا مكعبتنا، حضروا كيف ما شفتوا الكعبات الاخرين، حبيت نبدل هكا باش من بعد نزين في صحن، وهكا شواليكم انتوما في الزينة. هي في الاصل الكعبة كعك اللوز، نحطوا فيه كعبة بيستاش ونقسموها على زوز ونزينوا بها هكا كيف ما تشوفوا. لما طيحوا لي 23 كعبة، كان باش تكعبروهم هكا 15 غرام طيح لكم كمية باهية 200 غرام، وهكا تحبوا انتوما اكبر ولا زيد اصغر، اما اصغر لي هكا 15 غرام مريقل ديجا هي هكا، وصغرونا كيف ما تشوفوا الكبر نتاعها. وتوا سخنت الفور على تمبيراتور 150 درجة، وباش نخليهم يتيبوا لين تحسوهم باللوطه احمر وشويه، ما يتيبوش برشا راهم يقعدوا ابيض، على القليله 12 دقيقه ما تفوتوش 15 دقيقه. سينو انتوما كان الفور نتاعكم سخون برشا نجمو حتى حطوهم 130 درجه هاكا انتوما والفور نتاعكم، انا باش نحطهم توا 150 ونوريكم الريزلت فينال من بعد. كيف ما شفتوا حطيتهم في الوسط، انا حطوهم في الوسط، وهاكا حطيت المود هذا من الفوق ومن اللوطه والفنتيلاتور، وهاكا 150 درجه. توا باش نسكر عليهم وخليهم يتيبوا. وهذم الكعبات نتاعنا طابوا كيف ما شفتوا، راني زدتهم انا خليتهم 15 دقيقه كيف ما شفتوا، هاكا تراهم يحمروا من اللوطه، خرجوهم ديجا بداو يحمروا لي شويه من الفوق
هكاك بين ال 12 وال 15 هكا، اقفوا عليهم وشوفوهم باش ما يحمروش برشا، يقعدوا هكا لونهم ابيض. وهكا ردوا بالكم تمسوهم وهما سخونين، راهم سونسيبل على الاخر، خليهم لين يبردوا بالباهي باش تتكبس الكعبه نتاعنا. نحطهم على جنب يبردوا ونكملوا نحضروا مع بعضنا اكعابر اللوز ساهلين مهلين، وفي ساعه ما يحضروا لا فور لا حد شيء. الاخرين هذوما جوست ياخذوا شويه وقت خاطر باش تقعد هنا في الفينيسيون والتيب، ما الاخرين اسرع واسهل. وتوا باش نحضروا اكعابر اللوز، حاسيلو ساهلين مهلين كعبر اللوز، ما سهلش منهم، تنجموا تحضروهم في اي وقت. كيف ما شفتوا لهنا خذيت كالعاده لوز مرحي، عندي الباكو هذا 200 غرام هكا فيه، هذا لوز كهو معناتها ماهوش مخلط، ونستحقوا الماء الورد عندي، ونستحقوا السكر محور، نحط ديما 80 غرام. وهكا ديما نتوما الحلاوه كيف ما تحبوا، تحبوا تنقصوا ولا تزيدوا، خاطر الكعبر هذوما باش نزيدوا نغطسوهم في السكر. وهكا يجيوكم أربعة مغارف مليانين سكر محور، ونستحقوا زوز ملونات، الأخضر لهنا عندي الأخضر والأحمر. هكا البنات في إيطاليا تلقاوها هكا، المستحسن خذوا الجيل خير من الليكيد، الليكيد حاسيلو تفرغوا الدبوزة باش تعملوا اللون، ما الجيل تحطوا قطيرة إفيكاس. هكا تلقاوهم في السوبر ماركات الكبار، تلقاوهم في ليبر، في ليبيرال، في الكوب، على محل الكوب الاغلبيه تلقاو كان الليكيد، ما تلقاوش الجيل. في لاوشن، في لونغا، حاسيلو شوفوا نتوما حسب السوبر ماركاتو اللي بحذاكم. انا هيا اخذتها الجيل هذايا، الماركه هذه معروفه نتاع الحلو، ماهيش خايبه، عجبتني الماركه هذه، ننصحكم بها. هاكا كيف كيف كان تحبوا تخلطوا الالوان، هاكا عاطينكم ورقه شنو الالوان تخلطوهم باش يعطيوكم اللون كيف كيف. سينو البنات اللي في تونس تلقاو هذوما، تلقاوهم عند بني اخرين هكا، الماركه هذيك فروكتا ماهيش خايبه زيدا الماركه هذي. مي المشكله اللي كيد يصلحوا في جنواز في حاجه، مي كي باش تخدموا هكا دي بات من المستحسن ديما تاخذوا الجيل خير. وهذم الملونات امتعنا، وما نعرفش عاد في البلدان الاخرين شوفوا، الا كيف كيف ما تلقاوش في الامازون تلقاو في حليب الغوله. المهم ما طولش عليكم، وتوا نتعداو نحضروا كعبر اللوز نتاعنا. ونسيت ما قلت لكمش السكر هذاك العادي نتاعنا، يعني باش من بعد نغطسوا فيه الكعبات. وتوا حطيت اللوز نتاعي على محل ما غربلتوش انا في الكعبر، خاطر الكعبر ما نسحقوش شكل فين على الاخر، على الاخر مش كيف كعك اللوز، خاطرو باش يطيب. وعلى الفينيسيون نتاعو على محل هو يجي مشقق شويه زياده، مي مش مشكل. نحطو توا السكر المحور، وتوا كملت غربلتو ونخلطو كالعاده المكونات الشيكه الكل مع بعضهم، ومن بعد نزيدو الماء ورد بشويه بشويه لين تتلم البات نتاعنا. وتوا اللمو هكا، ما نعجنوش ديما نلمو لمين هكا بصوابعنا، هكا بترات في الصوابع، وهكا نحاولو نلمو هكا البات نتاعنا لين تلم. وهكا عينكم ميزانكم في الماء ورد، ما تقولوش هكا راهو شايح، اقعدوا اخدموه باش يتحلك الماء في اللوز الكل، ومن بعد زيدوه بشويه بشويه، روح يقعد مكعبر هكا وما يبلش الكعبات الاخرين. احنا نقعدو نحلوه هكا بالسياسه، نزيد شويه ماء ورد هكا بشويه، ما نزيدوش بالبرشه بشويه، ونزيدو نقولو هكا مغرفه اخرى. وعينا ميزانه نقعد هكا نلم فيها، نورمالمون هكا تبلت باش تعرفوه تبل هكا، يولي لكم هكا تحسوه كسميت، يولي كعبر خشين، وكي تشدوه هكا تتشكل الكعبوره نتاعكم. وتوا نلمها هكا كبيره، ما نعجنوش هكا، نلمو لمين هذي الباط نتاعنا اتلمت. تو باش نقسمها على ثلاثة، ناخذ زوز نلونهم، وكل وحدة نحطوها وحدها باش ما يتخلطوش الألوان في بعضهم. نحاولو هكا نقصوهم قد قد، أنا على محل باش نعمل أبيض بزايد. وتوا قسمتهم، حبيت البارتي البيضة أكثر خاطر حاجتي بها باش نعمل كعبات سامبل بيض، وهذوما الزوز باش نعملهم بالألوان نحطهم هنا على جنب. نجيبو زوز أصحنا ولا زوز صحافي ونحطو فيهم، نحاولو نلونوهم، نلبسو ليغون باش ما يتمسخوش. ديجا أنا شوفو الأحمر صبغني قبل ما نبدا فيه،
ناخده هكا في الوسط، نحطه هنا شوية، ونحطه هنا الأخضر محالة حطيت برشا، وهكا تقعدوا تزيدوا لين تتحصلوا على اللون اللي تحبوا عليه. نبدأ بالأخضر هكا، حتى تخلي اللون على محل، راني صبيت برشا ياسر أخضر حسيته مش مشكل. هذا الأخضر الأولاني، أو باش ما يشيحش اللي فوق خليهم ساشيات. شوفوا حسيته تصبغت، توا باش نعملو الأحمر. حطوا برشا هكا دي بودان، حتى كان تشقت هكا مش مشكل. من بعد هنا باش نخدموهم بيدينا، خاطر ما خدمتهاش انا، هذيك علاش تشقت في ساعة. وهوكا كان تحبوا الكعبات نتاعكم قد قديمه اخدموا بالميزان. انا هنا خديت البول نتاعي 15 غرام، ومن بعد بقيت هكاك نكيل بك القصه الاولانيه ونقيس بها الكعبات نتاعي الكل. وهاكا ديما نقول لكم شواليكم على محل راهم يجيو صغرونين، كان تحبوا اكبر حطوا 20 غرام. وهكاكا في الاخر ارشقت فيهم كل كعبه كعبه البندق للمنظر، وتنجموا حتى تخليوهم سامبل. هما ديجا التقليديه تجي سامبل ما فيها حتى شيء، ومن بعد غطسوهم في السكر. هنا كيف كيف باش نخدم الكعبات البلاش كولوران، كيف ما شفتوا خديت الكعبه خليتها من الفوق ما فيهاش السكر، ودورت لجناب، ومن بعد نرشق فيها كعبه الزوزه كانزلوا عليها باش تشد بالباهي، ومن بعد نقعد هكا نحط في السكر في الجناب. وحضرت نجموا حتى تشكلوا اشكال اخرى. وهكا نكون كملت كعب اللوز وكعك اللوز نتاعنا. كيف ما تشوفوا حضروا محليهم يشهيو بنا وريحه وفيحه، ما نحكي لكمش نمدكم ولا نشهيكم. سرتو من الورد يعطي مطعم بنين وريحه بنينه، تنجموا تحضروهم في اي وقت مش كان في العيد. مهلين مهلين وما يستحقوش حتى مجهود. ان شاء الله تكون عجبتكم الروسيت وتجربوها، واللي ما يعرفهاش الروسيت نتاع الحلويات هذو ما سرتو الاخواتنا الاشقاء جربوها وباش تعجبكم. كيف ما شفتوا حمروها هكا شويه، ما تخليوهاش تطيب برشا باش ما تيبسش. وكيف ما شفتوا كيفاش حليت لكم الكعبه، تجي معلكه من داخل تشرح، وراهو من الاول كي تخرجوها تحسوها تريه ما طابتش، ما هي راهي طابت. خليوها تبرد بالباهي، ومن بعد خبيوها في حكيكه وتقعد وتشد لكم مده باهيه. وكيف ما شفتوا هوني يوفى حبوا بيتي الفيديو نتاعنا نتاع اليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا وعجبكم، وكان عجبكم كالعاده ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعاليقكم الحلوه، وقد ما نشكر وما نوفيش في حقكم يا احلى عيله. وتوا نقول لكم عيدكم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وشهيه طيبه. نتقابلوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.